ناس كتير بقت مهتمة بالفينير وتجميل الأسنان ونفسها تحصل على ابتسامة تليق بيها وتكون مناسبة ليها. ناس كتير بتسألني هو أنا لازم عشان أعمل فينير أحضر الأسنان؟ خليني أعرفكم حكاية الفينير من أول لما بدأت لحد النهاردة وعن طرق الفينير اللي هي بتندرج تحت ثلاث مسميات: البريب والنو بريب والمينيمال بريب. وهكلمكم بالتفصيل واقول لكم الحالات اللي ينفع نعمل فيها فينير واللي ما ينفعش ليها فينير أصلاً.